بعشرين عن جد أكثر من 20 سنة بنعرف بعض أنا وياك من أول أيامي بالأم بي سي، أول ذكرياتي هي معك. صحيح. بس ريا خلال 20 سنة يعني رحلة، هل محط في محطات برحلة كل إنسان؟ أنا مثلا أنا واحد من صلي عمر بالإم بي سي أكثر من ربع قرن، في محطات، أنت شو هي أبرز محطاتك فيك تقولي 1 2 3 4؟ يعني بفتكر ثاني البداية أكيد، يعني ما كنت عارفة يمكن بالأول أشهر توظفي بالإم بي سي إنه رح كون فعلا بنت الإم بي سي، والإم بي سي تكون عائلة الأساسية المهنية، وهذا الشيء أنا كتير بفتخر فيه، وفعلا بالنسبة إلي إم بي سي إز هوم. وبعدين يعني كل البرامج، بفتكر نقطة تحول كبيرة كان برنامج سكوب، نقطة تحول كبيرة كان برنامج عرب تالنت، في كتير يعني ستبس خلال كل هالسنين بتذكرها، وإن شاء الله يعني بالمستقبل يكون عنا كمان كل هالأخبار الجيدة. تتذكري أول سوبر ستار قابلتي؟ إيه، أول سوبر ستار قابلته توم هانكس. يا سلام. اشتريت له عباية وقتها، كنت أخذ وقتي وأشتري لهم هدايا. أنت بتعرفي بتعرفي حقول لك شغلي، هذا سر ممكن ما حدا كثير بيعرفه. أنا كنت بفترة من الفترات في لندن داون، كتير داون يعني نيرلي ديبرست، حضرت بجنب ليستر سكوير في سينما، حضرت فيلم اسمه ذا جرين مايل لتوم هانكس. نعم، صدقي انه هذا الفيلم انا طلعت منه حضرته 6 مرات، تغيرت حياتي من وراء. فتوم يعني الناس ما بتعرف قديش صعب انك تقابلي فنان، واحيانا بيقولوا لك 3 مينتس ولا 3 كويستشنز ولا 5 مينتس وبعدين يلا اخلعي، قديش صعب شغلتكم؟ كتير صعبة، ولازم تكون كتير خبير بالمقابلات لتعرف تعمل مقابلة جيدة ب4 دقايق. هيدا كمان من الادد تالنتس يعني. بس أنا بالنسبة إلي كل شيء بيجي من شغفي للسينما، يعني مثل ما أنت شغفك للرياضة، أنا عندي الشغف للسينما هو الموتيفيشن الأساسية كل هالسنين بحياتي المهنية، إنه بحب الأفلام. وهلأ يعني بالسنين الماضية لما انفتحت الصالات السينمائية بالسعودية، اجتني كمان هالطاقة الجديدة لكل مشاهدينا بالسعودية انه يقدروا يكتشفوا الافلام على الشاشة الكبيرة. هيدا شيء بيعني كتير بالنسبة لي. انا بالمناسبة كنت حضران يوم اللي كنا في حفل افتتاح موسم الرياض، وكان شاروخان وفاندام، وكنت شايفك بس انت ما شفتيني يوميتها. طيب. ايه مزبوط، ما شفتك. ايه لانه بشرة احكيني عن ريا، شو رأيك فيها؟ آخ طيب. ريا فخر المرأة العربية، يعني انه تشوف ريا في كل المحافل الدولية، تشوفها ازاي بتتعامل، تشوف سرعة أدائها، تشوف سرعة بديهتها وتمكنها زي ما قال التقرير من اللغات، ومش بس اللغة، المهم في رايا أنها كمان فهمة ثقافة الآخر، فهمة اللي بتتكلم معاه ده بيفكر إزاي، دماغه مترتبة إزاي، يعني حقيقي مثل في الشياكة، مثل في الانضباط، مثل في كل حاجة. يعني حقيقي أنا أول مرة أعرف أنها كانت نفسها تطلع محامية، أنا كمان كان نفسي أبقى محامية، وكل يوم بكتشف حاجات مشتركة بينا. ما عشان كده بقينا نتكلم بنستفيد بالكلام. طيب أنت اللي ما بتعرفي اللي عايزة أقوله، أن ريا كسرت كل القوالب، كسرت كل القواعد اللي كانوا بيعلموها لنا في الإعلام، إنك لازم تتكلم بشكل بطيء، إنك لازم ما تستخدمش إيديك، إنك كل ده كانوا بيعلموه لنا في البدايات. رايا أثبتت إنه الشخصية بتبقى طاغية، وكاريزما الشخصية هي اللي بتفرض قوانين جديدة على كل مهنة، وهي المهنة بتتصبغ بصبغة هذا. صحيح. الشخص اللي زي رايا مثلا. صحيح. فأعتقد هي يعني مثل ومشرف جدا جدا، ببقى سعيدة لما بلاقيها بتدعمني في شيء، لما الاقيها بتبعت لي فيديو. انا بحياتها ما دعمتني، بحس ان هي دايما انا على القائمة الأساسية. بعمرها ما دعمتني ولا بشيء، الله وكيلك ابدا.